معالي الأستاذ محمد بن علي الفايز، وزير الخدمة المدنية سابقاً، حياك الله معنا في برنامج وينك؟ أبقاك الله، حياك الله وبياك. سعيد بتواجدك معنا اليوم معالي الوزير في برنامج وينك، واسمح لي بتوجيه أو نستهل حوارنا بأول أسئلتنا. وينك؟ شبيك ربك بين يديك. شرفتنا الله يشرف قدرك معالي الوزير. وأنا أعرف أنه أنت يعني لا تظهر في لقاءات كثيرة، بل يكاد يكون حضورك الإعلامي نادر جدا، رغم أنك من أقدم الوزراء في السعودية. هذا صحيح. هل هو يعني زهدا في الإعلام أم خشية منه؟ لا، خشية منه لا، إيه؟ زهدا بالإعلام إيه؟ نعم، ممكن هذا ثاني أظهر بالتلفزيون. ظهرت في برنامج الراحل عن حديث عن الله مغفور له بإذن الله الدكتور عبد العزيز الخويطر، يعني بعض الوقت هذا الثاني واحد. ما أحب يعني من طبعي لا، يعني ما أحب الإعلام أو الظهور، مع أني كنت بوزارة يعني سواء الخدمة الاجتماعية والعمل أو الخدمة، في مجال أنك يعني تطلع بالإعلام كثير، ولكن كنت أترك هذا للإخوة في الوزارتين. أنا سعيد اليوم تواجدك معنا، إن شاء الله يعني نقدم حلقة تليق بتجربتك معالي الوزير، ونتحدث فيها يعني عن الذكريات والمراحل ومحطات حياتكم. أبداً، أنا أستعد لكل شيء ممكن أن يقال سوف. طيب، نروح الحائل، نرجع للطفولة الولادة والطفولة والنشأة. ما كنت أتمنى تسأل عن الولادة. ما راح نكبرك. لا، بالعكس. بس يعني ما راح نعلم عن تاريخ الولادة. الولادة اختلف فيها الأهل، منهم من يقول إني عامل 1355، منهم من يقول 1356، منهم من يقول 1358. أنا اخترت 55. أكبر شيء أقدر. ما اخترت. الحمد لله الخير. العمر كله. الحمد لله الشكر. الله يطول عمرك. آمين. إيش تذكر في هذيك المرحلة طفولتك في حائل، ذكرياتك؟ طبعا حائل، أنا تركت حائل وأنا أبو 7 سنين وثمان سنين. طبعا كنت في المدرسة الابتدائية بحائل، كنت في السعودية بحائل السنة الأولى والثانية. يعني مدة 80 سنة هو أكثر يعني صار. العمر كله. ما هناك شيء يعني يذكر يعني شيء. إلا أني انتقلت مدينة في وأنا أبو 7 سنين مع الوالد رحمه الله للمدينة، وواصلت تعليمي. قدرتها وأنت صغير يعني. وأنا أبو 7 سنين 8 سنين. الوالدة عفوا هنا المقاطعة الله يرحمها، أنت فقدت والدتك وأنا أبو 4 سنين. إيه ما تذكرها. لا أذكر، لا أذكر، لا أذكر. الله يرحمه. الله يرحمه. هل في هالمرحلة عشت طفولة يعني فقدت فيها الحنان العاطف؟ ولا شك حنان الأمومة لم أشهده ولم أعرفه، ولكن ولله الحمد وجدت من زوجة أبي ومن زوجة أبي كما زوج الله رحمه الثنتين، وجدت منهم من الحنان والعطف الكثير، بل كان يفضلاني على أولادهم. فلم ما يقال عن زوجة الأب، بالعكس أنا لم أرى منهم رحمهم الله كلهم قدم ربه إلا كل خير وكل ود وكل عطف، فلم أفقد حنان الأمومة وجودهم. شعرت أنهم محل الوالد. يعني أنا كما قلت لك أنا لا أذكر الوالدة، لكن أشكر أن لم أفقد العطف من زوجة أبي رحم الله. الله يرحمه. الوالد كان عمل إيش مع الوزير؟ رجل أعمال، أو كاللغة القديمة متسبب، لكن رجل أعمال انتقل للمدينة من حال للمدينة واستمر في المدينة، وأنا لحقته وأنا عمري حوالي 7 سنين 8 سنين. تذكر مرحلة انتقالك أنت شخصياً من حائل إلى المدينة كيف كانت؟ طبعاً سيارة لوري ككبير مع العفش يعني. بق شبه الثياب، أي ثياب، ثوبين. ما في شنطة ذاك الوقت؟ لا وير شنطة، مستحيل. الله مستحيل. فعشنا في المدينة بيت يعني مو بيت، غرفة في عمارة يعني. أنا والوالد حوالي 3 سنين أو 2 سنين ونص، وأنا كنت أروح للمدرسة المنصورية، تحت مدرسة المنصورية، ولا زلت أحفظ نحن المنصورية ننتمي ونفديه بالروح والدم، فهي مدرسة
المنصورية بالمدينة المنورة. هذه مرحلة المتوسطة والابتدائي. المتوسطة وين درستها؟ بالمدينة كلها. المدينة والثانوي كل تعليم. بعد ما انتقلت للمدينة وصلت إلى أن رحت الجامعة في القاهرة. قبل القاهرة مع الوزير اللحظات المذاكرة، مذاكرتك لما كنت تذاكر في أوقات يعني الحياة كانت بسيطة ولا كان في إضاءة أعتقد أو لمبات، فكنت تروح للحرم النبوي. نبي نعرف القصة. لا شك يعني بعام السبعين أو هكذا السنين ما كانت المدينة الله يشرفها فيها إضاءة عامة. كان في بعض الشركات توزع لمبات بالأجار، يعني لمبة بلمبتين بالبيت. فكنت أروح أذاكر بالحرم المدني الشريف، هو الوحيد اللي كان فيه كهرباء في ذلك الوقت. طبعا الوصول إليه طبعا روح أذان الأول اللي قبل الفجر بساعة، طبعا عارج لي هناك يعني ظلمة، والمسافة حوالي كيلو كيلو نص يعني هذا الحدود، وأنا كنت صغير يعني بالمتوسط. طبعا الشوارع كان فيها العدسة هذا يعني رجال الأمن يراقبون الشوارع يقوم بالليل، لما طبعا فوانيس بالشوارع خافتة ما كانت تشوفها. إذا تعديت من العسكري ما العسكري ما يصلك وانت رايح، يصفر للعسكري يقول ترى جايك واحد شوف وينه. إذا نوصلون إلى الحرم واحد يصفر واحد حتى ما تفقد أو تضيع في الطريق، حتى لا تروح بالدرج لأنك إذا لفيت يقول لك وين رايح يا أخ يحسبونك يعني. فأصل الحرم بعد أذان الأول اللي هو قبل الفجر بساعة أذاكر، بعد ما نصلي الفجر أذاكر إلى طلوع إلى بعد طلوع الشمس، ثم أرجع للبيت أقضي بالطريق الفطور لأهل البيت وأقعد شوي أروح المدرسة. قصة المحافظة على الصلاة من ذلك الوقت، وفي موقف لك مع الوالد الله يرحمه، وحتى يمكن بعدها ما عد تركت الصلاة في المسجد. هذا زوج هذا ممكن أقول متوسط أو شيء بالمدينة. الوالد الله يرحمه كان حريص على الصلوات بالمساجد، يعني ما أحب نتصلي بالبيت يعني إلا ما ندر. في يوم من أيام الجمعة لأمر ما صليت الجمعة وأنا بالأول متوسط، فجاء الله يرحمه سألني صليت؟ قلت نعم صليت. قال لي وش خطب الإمام؟ قلت والله جيت عقب ما أنت من الخطبة. قال طيب وش قال؟ الله يقدس روح الشيخ عبد العزيز بن صالح الله يرحمه إمام المسجد النووي، كان دائما يقرأ سبح الغاشية. فأنا قلت سبح الغاشية صح، وكان يوم ما قرأه فتورط. قال ايه سبع غلاشة بالمكان اللي نحن فيه سعفة طويلة ينظفون به كسرها على ظهري يضربها فيها حتى ثلاثة لا أكذب وأصلي، ويضربها سوين إني كذبت وإني ما صليت. بعدها تبت وحرمت بعد تركت الصلاة إلى يومك أبدا، وحاول قدر الإمكان أن تكون صلاة. كان درس لك يعني درس لا يمكن أسره. مع الوزير لما تخرجت من التوجيه هنا في المدينة، يعني تخرجت كنت الأول على المملكة. لا هو لما تقول أول ما هو العدد الواقع، كنت أول مكرر والثاني. كان الله يرحمه محمد الحميد، أنت قبلت أظنك في برنامجكم هذا. كان في أبها كنا نتنافس أنا وياه، فيا أني الأول هو الأول لا شك، طلع عن الثاني أو أنه هو الأول وأنا الأول مكرر ما أتذكر. بس أنا لو كان بيكم نص درجة يمكن يوم أكثر وأقل ما أدري ذيك الأيام يعني. فهو ذكر في لقائك معه ذكر أني اشتكيت عند الملك عند الأمير خالد الله يمتع بعمره، كان أمير خالد الفيصل كان أمير العسير. قلت أنه ينافسني عليها. قال أنا نافستك لكن أنا لا أزال موظف عادي وأنت صرت وزير، أخذ ربك إنك من تلول. يعني هذه من الحاجات اللي يعني بالمدينة. بس كم العدد؟ كنا ابتدائي في المدينة ستة أنفار،
ممكن ما نكون 18 في المملكة كلها التوجيه في ذلك العام كنا فقط 17 واحد، فلما تكون الأول 17 ما هو شيء يعني، مش الآن اللي هي وكان يعدون حتى الابتدائي كان يذاع بالتلفزيون ابتدائي بالراديو قبل التلفزيون بالراديو بالأسماء يعني يفرحون الناس. معالي الوزير، لما ذهبت إلى قررت السفر إلى مصر للدراسة ابتعثت في عام 56؟ ابتعثت كنت أتمنى أن يدخل الحقوق ذيك الأيام، الحقوق ما هي مقبولة بالحيل، فابتعثت للتجارة كلية التجارة ذيك الأيام. بس يعني حولت إلى بعد حوالي أسبوعين ثلاثة قلت لهم ما قبلوني بالتجارة. أنت تبغى حقوق يعني لازم صوريت الحقوق. كنا يعني دخلنا الحقوق من أصعب الكليات النظرية، فدخلنا 28 سعودي ذيك السنة نحاول ندخل الحقوق. مش هو تعثر اللي طلع بعد 4 سنين 4 أنفاق 4 طلاب الله يرحمه عبد الله العمران والدكتور أبو هشام عبد الله العمران ومحمد بن زهرعة الدكتور محمد بن زهرعة وأحمد عوض الصبان وأنا. أحمد عوض الصبان ما دخل الدولة، محامي اشتغل بالمحاماة كاتب محاماة. الثلاثة الآخرين كلنا أصبحنا وزراء مع مضي الزمن، مع مضي كلنا أصبحنا وزراء. وأقدمنا طبعا الأخ عبد الله العمران. بعد العودة من مصر معالي الوزير عينت في مجلس الوزراء في هيئة الخبراء. الواقع لما تخرج من الحقوق كنا مجرد هذول الأربعة، كان الله يقدس روح الملك فهد وزير المعارف، فيبدو انه كان هيئه الخبراء وشرطه الخبراء يسمونه ذاك الوقت ما فيه الا 2 أجانب غير سعوديين، وكان معالي الاستاذ احمد زكيماني كان فيها. يبدو ان احمد زكيماني عين وزير دوله، فالخبراء ما فيها سعودي وهي عندها ملفات الدوله هي على القضايا القانونيه للدوله مع احترامي وجدارة الموجودين من الإخوان المصريين كلهم أساتذة وتتلمذنا عليهم لا شك بالعمل. فأبرق للملحقية أنهم خريج الحقوق يعودوا، كنا بروح لإسكندرية ونقعد شهر شهرين أبصرونا. جيت بجدة وأبلكاش كالحمام في سفلت على الطائف في مطلع محرم عام 80. رحت الطائف سكنت بفندق شبرا هالدوذة من زمان. يوم الأربعاء 10 محرم عام 80 رحت القصر الشبرا، كانت الدولة مجلس الوزراء وكل الدولة بقى قصر شبرا، وقدمت طلب للمرحوم الملك فيصل وخط اليد الله يرحمه، كان داخل قصر شبرا، سلمت عليه وقدمت له الطلب. هذا الطلب لازلت تحتفظ فيه؟ كيف اعتزبه هذا الطلب حتى في فندق شبرا ما في تلفون ولا في شيء. كتبت مولاي صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم بعد التحية والتقدير، أتشرف بأن أرفع إلى سموكم الكريم أنني أحد الطلاب الذين تخرجوا هذا العام من كلية الحقوق من جامعة القاهرة، وشرفني أن أضع نفسي تحت خدمة سموكم الكريم، ولي كبير الأمل أن تحيطونني بعنايتكم ورعايتكم حفظكم الله ورعاكم، وأبقاكم مولاي محمد العلي الفائز. بالضبط أعطيته إياه طلع معدل، أعطيته بيد سلمت عليه وأعطيته إياه أخذ ولا قال. أنا وقفت بالبهو ما أعرف، قال أحد الفراشين ترى مكتب رئيس الديوان من داخل محمد النويسر. أنا أعرف محمد النويسر يعني ما هو غريبين على الاسم. دخلت محمد النويسر الله
يرحمه عبد الرحمن. نعم استرح. قلت له محمد الله الفايز. قال شو قابل لك عبد الرحمن الفايز؟ قلت عمي هو عديله. قال انت ولد علي محمد؟ قلت انا ولد علي محمد. طلع انا ما اعرفه يعني. الله يرحمه كان هو موظف ماليه حائل قبل لا يلتحق مجلس الوزراء. ما في حوالي خمس دقائق جت الوريده مع الفراش اعطوه اياه. شارح عليه الله يقدس روحه السيد حمزه المرزوقي امين عام مجلس الوزراء. يشوفونه اذا يصلح له. يشوفونه اذا يصلح له. طول الله عبد الرئيس الله يرحمه بالتلفون الهندل. احنا بعد صلاه العصر ما في الدوام. كلموا بالتلفون السيد حمزه بعد السلام وهذا. قال عندي واحد من اولادنا مش عارف فيه كذا. قال يا عمي خليه بكره يباشر. الله يحيي خليه بكره يباشر نحتاج هذا الخريجين هذول. فعلا ثاني يوم باشرت يوم الخميس. كانت الاجراءات يعني طب ما صدر القرار تعيين الا بعد فتره معينه. عينت مستشار نظامي. ما كان الحين ما كان يستعمل قانوني. كان يستعمل على تحفظ الكلمه يعني. بس تغيرت مع الزمان. من كان معك في تلك الفتره مع الوزير يعني؟ اللي تعين قبل بايام الاخ عبد الله العمران. انا ثاني واحد تعين. بعد فترة حوالي سبع شهور أو خمسة شهور تعين محمد بن زرع. معكم في هيئة الخبراء. استمرينا فيها. عشر سنوات استمرت في الهيئة؟ يعني عبد الله العمران بتعث والهيئة استمرت عشر داخل فيها الابتعاث. ابتعثت إلى أمريكا وحصلت. أنا عبد الله العمران الله يرحمه ابتعث لفرنسا. وأنا والزرع ابتعثنا لأمريكا وكلنا عدنا إلى الهيئة. بعد اتخرج يعني بعد التخرج عبد الله العمران عين وزير دوله. بعد فتره محمد الزرع راح للداخليه وكيل وبعدين للزراعه وكيل او العكس لا اذكر. وانا ظليت في هيئه الخبراء الى ان رشحت للتنميه الاجتماعيه. كان عندك رغبه تكمل دكتوراه بس والله يعني لكن وعندي قبول من الجامعه لكن لأمر ما ليقدر الله من كان مفعولا رجعت يعني من يعني حتى يعني الله يرحمه فهد كان دائما يقول الدكتور الدكتور قلت يا طويل العمر شرفنا العلمي لا ادعيه. الله يرحمه. الحمد لله الخير في مختاره الله ابدا. معالي الوزير محمد الفايز بعد العودة من أمريكا استمرت يمكن في هيئة الخبراء فترة لكن بعدها كانت النقلة الأخرى في مسيرتك اللي هي التأمينات الاجتماعية. بعد العودة رجعت للعامل السابق وكنت متخصص من الموضوع. كان أغلب قضايا التوظيف والتوظيف بتحالي بصفتي أنا يعني. دخلت في لجان عديدة يمكن وعصرت المرحلة الأولى من تشكيل يمكن مجلس الوزراء في عهد الملك سعود ثم وزارة أنا لما دخلت كانت الوزارة عام 80 وزارة الرئيس مجلس الوزراء الملك فيصل قدس الله روحه رحمه الله وبراجع عام 80 استقال صار خلاف فشكل الوزارة برئاسة الملك سعود الله يرحمه من طاقم آخر وعملنا احنا موظفين بهيئة الخبراء لما كنا في من تعييني إلى نسقات الحكومة كنت سكرتير لجنة الأنظمة. ذيك الأيام كان مجلس الوزراء فيه ثلاث لجان وزارية تنظم المعاملات وتجهزها المجلس الوزراء. اللجنة اللي كنت فيها هي لجنة الأنظمة كان يرأسها الله يرحمه الملك فهد وعضوية الله يقدس روحه ويرحمه الدكتور شاد فرعون وكان انضم لهم حديثا
معالي الأستاذ أحمد زكيماني مد الله في عمري. هكذا بدأت علاقتي بالملك فهد الله يرحمه والدكتور رشاد فرعون الله يرحمه. بعد ما استقرت جتني لجنة، راحت اللجنة العامة، اللجنة الثلاث لجان هذه، وشكلت بحكومة المغفور الملك سعود لجنة تحضيرية تجمع وزراء حوالي 12-13 وزير، وكان يرأس الله يرحمه الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز، كان وزير للدفاع تلك الوزارة، وكانت لجنة تحضيرية، كنت أنا سكرتيرها. يعني عملت في عدة لجان. بعدين لما شكت وزارة ثانية بالملك فيصل المرة الثانية عام 82، رجعت اللجنة العامة، صارت لجنة عامة، واستمرت إلى أن تركت العمل في لجنة عامة من عدة وزراء. ممكن إذا بغيت نتطرق لها في يوم بعد. نتطرق لها لاحقا. بعدين انتقلت العمل في التأمينات الاجتماعية عام 90. أنا يعني من لما كنت في الحقوق كنت أكره نظام العمل، يعني أحب نظام الموظفين، الجنسية، تنازع القوانين، لكن العمل كنت يعني الله يرحمه الأستاذ المادة كان يعني صعب، والمادة صعبة. فوجئت يوم من الأيام جاني عبد الرحمن بخير الله يمد بعمره، وزير العمل كان، قال يا محمد وقع الاختيار عليك مدير عام للتأمينات الاجتماعية. قبلها كان عرض علي الله يمسي بالخير علاقة عبد العزيز القريشي، كان رئيس ديوان الموظفين العام، عرض علي أن أكون نائب له. ذيك الأيام النائب بالمرتبة يعني وكيل مساعد يعني 14 بالحساب الحالي، كان يسمونها باء. فالملك فيصل الله يرحمه اعترض، قال طفرة هذه، أنا بالثانية وهذه ما بعد اللي هي. فأنا كنت أبغى، لما عرض علي التأمينات رحت الدكتور الله يرحمه رشاد فرعون ببيته الصبح، كان له جلسة صباحية، قلت له كذا، قال عندي علم، هو كان مستشار الملك فيصل، قال عندي علم. قلت لا دكتور تبذل جهدك، أنا أبغى الخدمة المدنية ب 14 ولا هذه ب 15، يعني أنا أضحك. قال أشوف. ثاني يوم كلمني قال لي يا أخ محمد الأمر مفتوت فيه بليل، خلاص توكل على الله بس. أمر الله نافذ. التأمينات ما أنشأت. مجدد نظامها له سنة، إنشأت التأمينات، أنا أول مدير لها. جمعت لها موظفين. يعني وبدأت في التأمينات. بعد سنة قالوا لي تروح وكيل وزارة العمل. قبل وكيل وزارة العمل، ما كان في مكاتب لها؟ أبداً، كنت مكتب صغير بوزارة العمل شوية معي. وبعدها نمشي استأجرنا مبنى لها. خدتم بيت الملك خالد يمكن؟ إيه بالضبط، بشارع الكهرباء. بيت الملك خالد الله يرحمه. وانتقلنا له. صرت أجمع موظفين. من كانوا الموظفين؟ من اللي استعنت بهم الدكتور الله يرحمه سليمان سليم. من الدولة. ناس السدحان الله يمد بعمره، من الوزارة والسلمان عبد السلمان الموظفي الوزارة. وبعدين عيننا مساعد أسناني كان معيد، واستقطبناه هنا. عبد الرحمن السعيد الله يرحمه برضو من خريج التجارة، بعضهم يعني يمكن أصبح وزير بعدين لاحقا، مساعد اللي بعدي. هو صار وزير شوية ثمانية بعد ما أنا تركت الوزارة. لا اللي كانوا معك يعني في المرحلة، الموظفين اللي اخترتهم أصبحوا. لا اللي يعني بعدها صار الدكتور علوي كيال الله ما تبين موجود بجد. هو علوي اسمه سليم، صاروا وصار وزير قبل أصير أنا أنا أنا, أنا وزير. طيب بعدين عرض عليك تكون وكيل وزارة العمل.
ايضا هنا يمكن انت بعد ما كان لك اي أيوة والله ما كنت اود لاني خلاص سلطنت بهذه وبدات كنت يعني انشاتها ولسه ما بدأت تطبيق النظام وكنا يعني يوم كل خميس نجتمع كلنا وندرس النظام السلطنة القانوني نسوي لهم كوز امتحانات وكانت نوع من التشالنج يعني التحدي فكنا انا كنت مصمم اني ابدا التامينات بالحاسب الالي واحنا من اول جهه استعملت الحاسب الالي الجهاز الحكومي استعنينا بخبير باكستاني كان يشتغل كهرباء الرياض جزاه الله خير كان دائما يجيب الوزارة ويشرح لنا ويعني. لما حاولنا نعطيه مقابل رفض قال هذه خدمة مجانية لأرض الحرمين قال أنا أخذ راتبي من الشركة بعدين لما شفت يعني بدأت يعني أتفهم التأمينات يعني جاني عبد الرحمن بالخير قال ترى التوجيه أنك تصير توفي وانتقل الوكيل نسيت ما أذكر قلت من حلالنا توي دورك قال هذا الأمر لجأت الملك فهد الله يرحمه قلت له كذا كذا قال أشوف الملك فيصل فكان مو بالسيارة قال له قال هو كل ما قلنا شيء قال له يباشر فقال يا طويلة بس توكل على الله وصدر قلم رسول تعييني وكيل الوزارة مشرفا عاما على التأمينات الاجتماعية في نفس الوقت إلى أن أعين أو يرشح وفعلا رشحته بعدي أحد عبد الرحمن بعدين انتقلت محافظ للتأمينات الاجتماعية لو أنا بالتأمينات الاجتماعية يعني صدر أمر تعييني محافظ للتأمين قعدت أنا وكيل وزارة بعدين صدر أمر تعييني محافظ للتأمينات الاجتماعية وصدر أمر بنفس الوقت مع عبد الرحمن عطار الله يمسيه بالخير محافظ للتعليم الفني مسؤول عام التعليم الفني بدنا نفس اليوم صرت محافظ للتأمينات الاجتماعية بعد 3 سنين عينت أنا وزير للعمل والشؤون الاجتماعية يعني كيف تشوف تجربتك في وزارة العمل وما كانت قصيرة يعني أيضا يعني 13 لا وزارة العمل كوزارة عمل قعدت فيها حوالي 30 سنة بين بين وكيل مدير عام تأمينات وكيل محافظ ثم وزير يعني كوزير كنت 14 سنة وكيل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية طبعا العمل والشؤون الاجتماعية كانت مع بعض الوضع غير الوضع والعدد غير العدد والمشاكل ما هي مشاكل اليوم والعدد يعني كانت اغلب قضايا الاستقدام كانت لها لجنه وزاره الداخليه احنا ممثلين فيها وزاره العمل مقصوره على المحاكم العماليه والتسويات العماليه والتوظيف قدر الامكان بالقطاع الاهلي كانت امور يعني ماشيه تحقق من دفع الاجور يعني هذه كنت يعني الباقي كان يعني الاستقطاب مشاكله كان تبع وزارة الداخلية لم يكن لكم كوزارة عمل يعني علاقة يعني أنا شيء جانبي جزئي يعني أحيانا السلبيات عندنا كان الإيجابيات ما هي عندنا معالي الوزير محمد الفايز نأتي لعملكم يمكن أبرز ما بتجربتكم هو العمل بديوان الخدمة المدنية ولاحقا وزيرا للخدمة المدنية يمكن هذه يعني كانت يعني على تماس كبير مع سواء كان موظفين الدولة أو الصحافة أو الناس فبداية هذه التجربة طبعا لما كنت بوزارة الخدمة المدنية لي علاقة بالموظف الخاص يعني موظف القطاع الخاص بالتأمينات كنت إلى حد ما مسؤول عن هذا القطاع مسؤول قطاع الشؤون الاجتماعية وقطاع يعني من أوسع القطاعات في الدولة لما جاء التشكيل وزاري ومشي مشي من وزراء وبقيت أنا فأرضى الأكثر من منصب واعتذرت
ليش؟ والله الأسباب أنا يعني ما يعني عرضت عليك مناصب وين؟ بالدولة ووزارية عرضت علي المالية، عرضت علي البرق الهاتف ذيك الأحيان اسمه البرق الهاتف، فكلهم اعتذرت. وكان اللي ينقل الرغبة الله يقدس روحه الله بن عنقري، كانوا ألصق الناس بالملك فهد الله يرحمه، فكنت كلهم سجنوا حب إلي مما تدعون لي. أعرف المالية مشاكلها والمشاكل البرق، يعني أنا كنت دائما وزير للبرق والبريد بالنيابة، فأعرف مشاكلها وأرضت عليها رقابة التحقيق كلها اعتذرت، ولحوا علي بهد رقابة التحقيق، قلت لا والله أنا خدمت 14 سنة وزير للعمل شويت، أنا الأوان يعني أرتاح. بعدين فوجئت أنه الملك فهد كلمني قال لا تروح الديوان الموظفين، هذا اختياري أنا. قلت سمعنا وطعنا، اختيارك أنت يعني هذا أمر ما هو يعني، قلت يشرفني والخدمة يعني ديوان خدمة يناسبني، لأنه هو اللي ما جالي يعني، وأنا كنت عضو مجلس الخدمة المدنية من هو تقريبا بعد ما أنشي بسنة أو سنتين، وأنا كنت وكيل وزارة العمل، أنا الوكيل الوحيد اللي كنت مجلس الخدمة المدنية. فصدر الأمر بتعييني رئيس للديوان الموظفين ديوان الخدمة المدنية، اللي قبلي معالي الدكتور معالي تركي ستيري، تركي خالد ستيري كان رئيس ديوان الخدمة المدنية ووزير دولة، كان عضو مجلس الوزراء. أنا عينت رئيس لديوان الخدمة المدنية، بس شفت أحيانا كثير جينا قرارات فيها تعدي على أنظمة الخدمة المدنية، زي تحويلات يعني تحويرات يعني، أذكر جهة معينة مجلس الوزراء حور وظيفة وكيل وزارة إلى وكيل وزارة شيء ثانوي يعني، كيف يعني وكيل وزارة ذي وظيفة أساسية بالوزارة ماذا؟ فبحثت الأمر مع الملك عبد الله الله يرحمه، وكان هو القائم بالأعمال، الملك فهد الله يرحمه كان الملك عبد الله يقوم بمقامه، فقال ليه ما تصير ديوانكم وزارة؟ قلت كان بها فقال وش تسميها؟ قلت سميها وزارة الخدمة المدنية، هذا قبل التشكيل الوزاري بيومين. فيوم 1/3/2021 صدر أمر تحويل وزارة الديوان الخدمة المدنية إلى وزارة الخدمة المدنية وتعيين محمد الفايز وزير الخدمة المدنية. لم يذاع. ليش لم يذاع؟ ما أدري، لأنه ثاني يوم التشكيل الوزاري، ثاني يوم 2/3 صدر الأمر الملكي بالتشكيل الوزاري، نحن استمر من ضمن الوزراء محمد الفايز وزير الخدمة المدنية، كله فتح وين جاتنا وزارة الخدمة المدنية؟ ما يدري إنه في السابق أمر صادر، طبعا هم بالأمر التشكيل أشاروا إلى الأمر الملكي تحويل الوزارة إلى وزارة الخدمة المدنية، واستمرت فيها إلى أن حلت حتى قاعد. استمرت فيها فترة طويلة يعني كما يقال 14 سنة أي، وقبلها يمكن في الديوان، ديوان الخدمة المدنية أربع سنين. طيب هذه يعني قال أنه لم يتغير شيء بعد تحويلها إلى وزارة، يعني لما كان الديوان ما تغير شيء من يعني ناحية القوة، تقصد تغير المسمى نعم هو شيء انه اصبحت عضو في مجلس الوزاره، وهذا هو الشيء الاساسي، ان الوزاره صارت عضو في مجلس الوزاره مثل وزاره المعارف، وزاره الصحه، وزاره التجاره، وزاره صارت وايش يعني تغير طيب سهم في مجلس الوزراء؟ ما هناك شيء يتغير كثير بالوزارات اللي هي ما هي خدميه يعني تطبق الانظمه هي تطبق، سواء كانت ديوان موظفين او ديوان الخدمه المدنيه او وزاره الخدمه المدنيه، انت تطبق الانظمه، ولكنك بوزير الخدمه المدنيه تشارك جميع اللجان الوزاريه، يكون لك حضور في مجلس الوزراء، مو حضورك الشخصي
حضور وزارتك. لا على مستوى الأنظمة ليس على مستوى المنصب. عد الكثير من يعني هناك ما أخذ أنه مع الوزير الأنظمة هي الأنظمة لم تتطور ولم تتغير. صح. في قول من هالقبيل الأنظمة بحد ذاتها لا تتغير كثير وليس من وصفها تغير الأنظمة. أنظمة الخدمة المدنية أنظمة ثابتة. كل موظف الدولة عنده إجازة لكن تعترف مددها. كل موظف الدولة بكل العالم إذا انتدى الموظف يأخذ بدل انتداب يختلف المقدار. لا شك بوزارة الخدمة أصدرت لكن 20 لائحة تعديل لنظام الخدمة أو توسيع لمدلول. وكان وزارة الخدمة تحكم بمجلس الخدمة المدنية، هي مرجعه وليس مجلس الوزراء بالدرجة الأولى، مرجعه مجلس الخدمة المدنية اللي يرأسه الملك شخصيا رئيس مجلس الوزراء مشكل من عدة وزراء. أنت كنت عضو فيه؟ أنا كنت عضو فيه وأنا وكيل وزارة العمل. يعني أنا كنت الوحيد اللي كنت عضو فيه. يعني مستمرت طبعا. أول كنت صفتي شخصية محمد الفاز. وين صفتي وكيل وزارة العمل؟ صفتي محمد الفاز. لما صرت بالديوان رئيس ديوانه ما قال محمد الفاز رئيس ديوان خدمة مدنية لأنه هذا حتى لما كنت رئيس الديوان هذا وظيفتي. أن يكون عضو في مجلس طبق النظام مجلس الخدمة المدنية رئيس ديوان الموظفين. نعم. تعديل مثلا أنظمة كسلم الرواتب نظام المتقاعدين أنظمة كثير يعني كانت لا شك أنه كثير كان في كلام أنه لازم تعديل. ما هي بيد وزير الخدمة أو وزير أنه يعدل بالرواتب. احنا اقترحنا وعدلنا وطلبنا ولكن فيه يعني حدود لما نستطيع ان نعمله. انت تقترح ولكن الجهة العليا هي اللي تقرر هذه الامور. ولكن على اي حال اثناء وجودي عدلت كثير من انظمة وقواعد وقرارات مجلس ال وعدت الجهات الحكومية كثيرا من المرونة. تجميد الترقيات كان في تجميد الترقيات. لا مين تجميد الترقيات. الترقيات لما ما تحدث وظائف. جاء فترة من فتحت الميزانيات لم تحدث ولا وظيفة إلا أتذكر وظيفة مدير عام جامعة خالد بالعسير. فلما ما في وظائف ترفعهم على أي أساس؟ مو أنت اللي ترفع. الجهات تطلب الترفيه. إذا ما عندها شواغر فين يكون الترفيه؟ ومع هذا كان يبذل جهد كثير. وكانت لا شك وزارة الخدمة المدنية ممكن يشهدون الأحياء إنها كانت تبذل جهدها. ولكن هل كانت وزارة الخدمة المدنية مع الوزير ضعيفة أمام الوزارات الأخرى؟ لا لا بالعكس. يقال رأي إنه هناك إنه الوزارة كانت يعني ضعيفة بعض أمام بعض الوزارات. إطلاقاً لا. لم تكن بالعكس. يعني وزارة الخدمة كانت يعني من أقوى الوزارات. طبعاً وزارة المالية عندها الفلوس مؤكد هذه يعني. لكن لما أتكلم عن وزارة الداخلية مثلاً وزارة الدفاع وذيك فيها الأمير سلطان الله يرحمه وذيك فيها الأمير نايف والخارجية في بالعكس كان يعني متعاونين. وكان ما تقول وزارة الخدمة المدنية يمشي ما لا يمكن يرفض أي أمر وزارة الخدمة المدنية إذا كان يتفق بالنظام وكلهم كانوا يحترموا النظام. تثبيت الموظفين لم يكن هناك يعني دور من وزارة الخدمة المدنية في تلك الفترة. ترقية الموظفين كان الموظفين على نوعين. تثبيت الموظفين أيضا أجيهم كلها. أي الترقية هو شيء أي. من المرتبة الأولى العاشرة في قواعد نقط معينة تتولاها الوزارات وترفع لنا للتدقيق لا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد. لأن الوزارة محايدة يجب أن نتعامل الموظفين لا بالأسماء ولا بالصفات ولكن بالعمل الوظيفي. فمن تقره تعيده للجهة بالموافقة ومن ترفضه تعيده بالرفض. أما من المرتبة 11 12 13 فالوزارة تختار من تشاء. وزارة الخدمة تدقق في مؤهلاته لأن هذه وظائف اختيارية أو انتقائية. مش أنت أي مدير عام
أو تعيين واحد يعني لا بد أنه يكون منتقى. بس كنا أصدرنا قرار أنه لا بد تشكل لجنة بالوزارة تقول الوزير من هو المستحقين، من هو اللي المرتبة مثلا 11 و 13 هو يختار من يشاء، لا ندخل باختياره. رجل مسؤول عن وزارة هو يختار من يختاره وكيل مساعد ولا من يختاره مدير عام، ولكن نتأكد من توفر الشروط النظامية المطلوبة. هذا بالنسبة التثبيت. هذا يعني ما في شيء اسمه تثبيت الواقع، المفروض انه ما في تثبيت. ليش؟ لكن احنا فوجئنا انه مشان الناس تهربوا من التعيين على النظام فتحوا طرق التعاقد، فصار تعاقدوا على البنود، وهذه لا علاقة لوزارة الخدمة بها ولا تدققها ولا في جهة تدققها. وفوجئنا انه فيه آلاف يعينوا. انت لما تعلن عن وظائف محدودة يتقدم لك آلاف. وكنت انا اقول لا، ما نثبت، كلهم يدخلون مسابقات، لا نعين الا الاجدر، ما نعين واسطة ومحابات او شيء، يجب ان يكون الناس متساويين بهذا الشيء. الى ان رؤي ثلاث وزارات معينة عملوا محضر وثبتوا موظفينهم، صدر أمر سامي بتثبيت موظفينهم. عندها كتبت أنا، كان ملك عبد الله رحمه، خطة مطولة يعني له، ليس من العدل أنه هذولا يثبتوا، يجب أن يثبت الجميع وفق قواعد محددة، هذولا وغيرهم يفقوا. فعلا صدر قواعد وثبت كثير من موظف الدور ولا زالوا. تثبيت المعلمين ايضا، قصه المعلمين ما يعني دائما هم يعينون على وظائف تعليميه، لما احيانا ما توفر وظائف تعليميه يعينون على البنود، ثم بالميزانيه الجايه نحدث لهم وظائف. واذكر كان وزير الماليه الان وزير الخارجيه الاخ ابراهيم العساف، كان متعاون، كان في لجنة من وزير الخدمة المدنية، وزير المالية، وزير التعليم في فترة من الفترات الأخ عبد الله العبيد، ثبتنا مجموعة يعني حوالي يمكن 50,000 و 60,000. في شكوى من المعلمين إنه سنوات البند ما تشمل في يعني ما كخدمة لهم. لا، أنا مي وظيفة ثابتة في الدولة. وظيفة ثابتة في الدولة. احنا نتكلم ما الخدمة هي للتقاعد، ان تكون وظيفة ثابتة في الدولة. اللي على البنود ما هي وظيفة ثابتة في الدولة، شيء طبيعي. هم وغيرهم، مو بس المعلمين، كل من عين على بند الاجور لا يشمله انظمة التقاعد المدني. جميل. معالي الوزير، يعني بعد هذه التجربة في وزارة الخدمة المدنية يمكن عانيت فيها. هي جزء من الألم، المعاناة يعني إذا كنت تعمل حتعاني، ولكنه بالصبر والمثابرة مواجهة يعني موضوع يتعلق بالموظفين تحديدا دائما ومطالبات الناس وشيء يعني يتماس. مطالبات الناس أحيانا يعني لا تنتهي. يعني أذكر يعني كانوا المهندسين مثلا كانوا يطالبون بلائحة لهم وسلم خاص، وكنت أنا يعني من المتحمسين، كنت أبذل جهدي، لك أنا مال الحالي معي وزراء ثانيين نابل يعني. يعني كان ضغط من المهندسين كثير، وتركت الوزارة وكنت أتمنى أنه يتحقق هذا الشيء. ما أعتقد ما تحقق، أنا لا أدري. كنت تتمنى أن تحقق رغبة المهندسين؟ اجتمعوا يمكن مرة من المرات، التقوا فيك أمام مبنى الوزارة ودائما لهم وغيرهم يعني صارت تكثر الاتصالات والتجمهرات. الموقف هذا اللي مع المهندسين إيش اللي صار وقتها؟ دخلت الوزارة الصبح يعني لقيت مجموعة أعرف أنهم كثيرين،
وانا احاول اقنعهم يا اخواني انا منكم فيكم انا دافع عنكم ولكن اتركوني اتركوا بجاني انا ضبط الامور على مهل يعني ترى الامور ما هي بيوم وليله يعني هذا كادر يترتب عليه اموال كيف نقع الماليه كيف نقع الغيره طبعا صاحب الحاجه اعمى طيب رفع السنتهم بعضهم زمن الخير ما لما طلعت فوق طلعوا الاثنين وثلاثه يعتذروا اما بدر من بعضهم بالعكس ما كنا الحب وتقدير يعم الله ان كنت اسالهم ماني ضدهم لكن في اخرين وزراء اعضاء مجلس الخدمه المدنيه لهم راي اخر هذا امر يعود القرارات تصدر بالاغلبيه تكون الاغلبيه ضدك لكن يعم الله ان كنت اعمل مصلحتهم بكل ما اوتيت وما التوفيق الا من عند الله صار في هجوم يمكن من بعض الصحفيين عليك فترة من الفترات كثير ولا يهمني ولا أرد عليهم ولا أرد يعني كثيرين وفي ناس منصفين وفي ناس أصدقاء يتهجموا وأصدقاء لما يشوفوني يضحكون قلت أبداً خذ حريتكم ما دمت موظف عام أنت متسامح مع الجميع ما دمت موظف عام فأنت تتحمل يعني فأنت تتحمل هذا الجزء من ما يارم أنفك لأنه تهجموا هذه إلا لما يكون يعني ما حد الحمد لله اتهمني لا بأمانتي ولا بإخلاصي ولا بشرفي أما الواقع أنه يعني كونك ما تنفذ كل رغباتهم صعبة صعبة تترك معالي الوزير بعد هذه التجربة يمكن في وداع وزارة الخدمة المدنية كان في حديث بينك وبين الملك عبد الله الله يرحمه الواقع أنا يعني بالسيرة الأخيرة طلبت مرتين الإعفاء اولا وهن العظم مني وكبرت تغيرت الحياه وفي ناس يقولون انه محمد الفايز طول يعني في الوزاره وفي ناس يقولون انه ايه تسمع يعني واحد كتب مره اظن بتويتر ايه يقول هذا يظهر مع اللي دخل مع الملك عبد العزيز فتح الرياض يعني اثر يعني تعتمد فكان من لا الملك فهد الله يرحمه ولا الملك عبد الله ولا الامير سلطان الله يرحمه كانت مسكين اني ابقى وأذكر مرة أنا تقدمت بطلب إعفاء للملك عبد الله وللأمير عبد الله كان ولي عهد وكان قائم مقام الله يرحمه الملك فهد فزعل على الأمير سلطان زعل شديد حتى لما جيت أسلم عليه هاي لا صافحة جزاه الله خير قال كلام اعتزبه كان اعتزبه يعني أنت ما أنت موظف عادي عندنا ولك مكانتك نقدرك والجميع جزاه الله خير يعني حسن ظن لا أكثر ولا أقل لما عاد يعني أصريت على قدم طلب ثاني بإصرار كلموني قالوا لي أنت مصر كنت مصر وأكثر قالوا بعد يومين كلموني قالوا تحرر الأخبار يوم الثلاثة الساعة 6 تحررها قل يقضي الله أمرك طبعا يوم الثلاثة هذا وذاع الأمر بإعفائي وإعفاء الأخ غازي القصيبي معنا آخرين اللي هم أنا وخال كلمت طبيشي الأخ محمد طبيشي كان هو رئيس المراسم الملكية قلت ودي أودع طويل العمر شوف المواد قال أشوف كلم بعد 10 دقائق قال يقول طويل العمر صلى الجمعة معه بعد الجمعة رحت المسجد مسجد الملك الأمور أصلي مسجد الملك الله يرحمه لما دخلت لقيت الوزراء الجدد اللي كلهم موجودين حتى مع الوزراء الجدد اللي حلوا بحلنا فصلينا طبعا أنا من عادتي حتى مع الملك عبد الله كنت أروح له دائما مساء بثمامة وغيره يوم الجمعة دائما أدخل مع الباب الثانوي مهم الباب الرئيسي ولا أصلي بالصف الأول أصلي معه دائما يضحك يقول له قلت أنا مع العمال طويل العمر أنا وزير عمل وعمال وموظف ما حذولا ما سابق دائما ما أحاولني فرحنا للبيت مو بعيد لما جيت شوف كل وزر هذول جدد يبي يقسم اليمين
قلت للطبيش لولده قلت شوف لنا غريفة صغيرة أنا وخالد ننتظر حتى طويل العمر ينتهوا من أداء القيس. قال لا حليلك تعال هناك محدد موقعكم. إيه كان موجود الصورة. إيه رحنا للصالون قعدنا جاء الله يرحمه هو والأمير سلمان كان ملك سلمان كان وزير إيه هذا كان وزير الدفاع في صورة ثانية والأمير مقرب لازين كان رئيس الاستخبارات العامة وأنا وخالد معانا في كثير من الوزراء الأخ الجدد من هالناحية في فقعدنا وإذا بيحطيني أنا يسار الملك مباشرة جنبي خالد وبعدين الوزراء الجدد مرتبينهم وعلى يمينه الأمير ملك سلمان الله يطول بعمره وجنبه الأمير الله يطول بعمره أدوا هذولك اليمين بعدين تكلم وأثنى علي وعلى خالد قدام المجموع وأثنى على وقال إن شاء الله تكون يعني خير خلف الخير السلام لين نودعه مسكني بالصورة هذا أنا وياه وأنا بودعه ويضحك وأنت قال يا محمد إحنا ما تركناك أنت تركتنا وإحنا ما عفناك أنت عفتنا. قلت لا يا طويل أنا لا يمكن أعافك لكن ظرفي الصحي وعيوني وهذا أخشى أني ما يعني أحقق تطلعات سمو فكان الله يرحمه يعني حنون وعطوف الله يرحمه وأنت يعني تجربة رائدة وتستحق الشكر كثيرين من أمثالي يعني وأنا سعيد جدا ظهورك اليوم معنا في برنامج وينك. بالعكس السر يشرفني ويسرني وأنا أتابع بعض الحلقات ما أقول لك أنا إلى الآن ما أنا متابع جيد للإعلام يعني إطلاقا لكن أحيانا أشوف بعض مثل برنامجك أحيانا أشوفه أحيانا أشوف بعض حلقات أخرى شرفنا وهذه يعني كرم منك الله يرضى تشاهد برنامج وينك وسعد جدا أنا اليوم في هذا اللقاء الله يرضى هل تحب تضيف أي شيء معالي الوزير في نهاية حوارنا؟ والله أبدا كل وصيتي لموظفي الدولة وللطلاب الطلاب لا شك الإخلاص بالدراسة والالتزام بالدراسة والآن تغيرت المعايير ليس التوجيه هي المعيار أنا أقول له لدي حتى تقطع تقديرك امتياز ترى فيه تحصيلي فيه تراكمي فيعني شدوا حيلكم ولا يمكن لا يمكن أن تجمع بين الدراسة والاستراحات الدراسات غير والاستراحات اللي جاد يعمل يعني استراحات خلي أسبوعي مو أسبوعيا كل يوم على قبل الويكند وصية المعلمين أنا أعرف أن الغالبية العظمى 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 من المعلمين مخلصين وحرصين على تطوير أنفسهم وأعرف أن اللائحة التعليمية لا يطلع واحد مستوى إلا إذا طور نفسه إذا طور مع السنين لا بد يطور بمؤهلاته فوصيهم بالحرص أعرف أن فيه شواذ المعلمين وقلة قليلة لا همهم إلا الإجازات وطول الإجازة ومن القبيل هذول ما هم هذول ما لم يطوروا أنفسهم ما دخلوا على التعليم عن رغبة التعليم دخلوا على ما هي الوظيفة المتاحة فهذول لا شك أبع على التعليم وأقول الله يعين وزير التعليم وزير مع الأخ الدكتور حمد آل الشيخ على هذا الصغير لأن وزارة المعارف بالذات وزارة التعليم فيها أكثر من نصف موظف الدولة أكثر من 60% موظف الدولة هو وزارة هم بالتعليم بجل العموم فإدارة بحجم موظفينها نصف أكثر من نصف مليون فيعني الله يكون فعول وكيف ترضي يعني كل من مشارق الغرب بالنسبة للقطاع الخاص كوزير الخدمة
العمال من أخذ الأجر لا شده الله عن العمل، سواء موظف حكومي أو موظف رجال أعمال، أوصيهم أنه يعطي يعني الأجر أجره قبل أن أجف في شكوى أن كثيرة يعني تأخر دفع الأجور. يتقوا الله بده دفع الأجور في أوقاته، لأنه يعني محاسبين أمام الله. بالنسبة يعني هذا اللي يعني ممكن أقوله لموظف الدولة وللطلاب. وإحنا وأنتم صحفيين أوصيكم بتقوى الله والصدق في نقل المعلومة. الصدق في نقل المعلومة، لا تنجروا على السبق الصحفي، التثبت والأفضل، واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلمكم خاصة. دائما يقولوا بالمثل الشر يعم والخير يخص. كثير من الأخوان يتسرعوا بنقل الأخبار، يتسرعوا على أساس النقل الصحفي. التثبت هو الأفضل للإعلام. شكرا جزيلا لك معالي الوزير على كلامك، على روايتك اليوم لحياتك وتجربتك معنا في برنامج وينك، وعلى وصاياك المهمة الآن. أنا سعيد جدا بهذا الحوار واللقاء، أشكرك جزيل الشكر معالي الأستاذ محمد بن علي الفايز وزير الخدمة المدنية سابقا. أنا أشكرك، شكرا جزيلا لك. ألف شكر يا أخي محمد، وأتمنى لك التوفيق، وأتمنى برنامجك التطور والازدهار وزيادة ما دمت تتعامل مع اللي تركوا العمل الحكومي أو العمل بوجه العموم، واجبنا، وصاروا يعني شياب العمر كله يا رب. شكرا، وفق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، وفق الغالي.